اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة كتابا عنوانه نقد الشعر في مصنفات عبد القادر البغدادي المتوفى سنة 1093 هجرية. وهذا الكتاب عبارة عن دراسة قام بها الدكتور ناصر بن توفيق الجباعي. ويعد عبد القادر البغدادي أحد أعلام الثقافة العربية الأدبية واللغوية في القرن الحادي عشر الهجري. كان عبد القادر البغدادي من المتبحرين في الثقافة الأدبية واللغوية قراءة وتأليفا، وقد ترك مجموعة كبيرة من الكتب في مجال الأدب واللغة والنحو وشروح الشعر والنثر والفهرس وسوى ذلك، فكان تراثه تحصينا للغة العربية وصيانة لأدبها في عصر سادت فيه الأمية وكانت السيادة في البلاد لغير العرب. وكان كتابه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عين تراثه وتاجه. يشير الباحث في مقدمة دراسته إلى أن البغدادي كان قد أخذ مادته العلمية عن جزء كبير من مصنفات القدماء، بعضها بين أيدي الدارسين والآخر قد خلت منه دور الكتب أو تضمنته فهارس المخطوطات ينتظر عناية المحققين. أما هو فقد شجعه على اختيار هذا الموضوع عدة أسباب، منها مصنفات البغدادي في الموروث الأدبي واللغوي عند العرب، وأنه كما يقول لم يجد دراسة تناولت نقد الشعر في خزانة الأدب على مكانتها في الموروث الأدبي عند العرب أو في مصنفات البغدادي الأخرى. وبالوقوف عند بعض أبواب الكتاب، نقرأ في قسم أخذ المعنى في الأنواع الشعرية ما يتناوله البغدادي في المديح. مثلا قال الأعشى: له صدقات ما تغب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. وقد أخذ معنى هذا البيت الأحوص فقال في قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الملك: وليس عطاء كان في اليوم مانعي إذا عدت من إعطاء أضعافه غدا. وأخذه الفرزدق أيضا فقال: وأنت امرؤ لا نائل اليوم مانع من المال شيئا في غد أنت واهبه. اعتمد البحث المنهج الوصفي الذي يقوم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج من خلال تتبع تراث البغدادي المطبوع والإشارة إلى المخطوط قدر المستطاع، ثم ذكر الدراسات التي تناولت البغدادي أو جانبا من مصنفاته بدراسة مستقلة ومقالات وأبحاث. وقف الباحث بداية على توثيق الشعر، وخصص الباب الأول من الكتاب لدراسة توثيق الشعر العربي القديم وبيان ما أثير حول قضية الوضع والنحل والانتحال وأخذ المعاني وتداولها وقضية السرقات الشعرية كما وضح آنفا، والنظر في الشواهد النحوية التي وردت في تراث البغدادي. وجاء الباب الثاني في توصيف الشعر، وقد وقفه الباحث على دراسة المصطلحات النقدية المتعلقة بالشعر وألقاب القصيدة العربية ونعوتها وألقاب الأبيات المفردة. والباب الثالث ناقش جماليات بناء القصيدة وبيان استجادة نصوص شعرية بعينها أو أبيات لقبت بأحسن ما قيل في معناها وأبيات كانت أول ما قيل في المعنى الذي تضمنته. ذكر البغدادي في شرح هذين البيتين في موضوع تخيلات الشعراء: سلا دار ليلى هل تبين فتنطق، وأن ترد القول بيداء سملق، وأن ترد القول دار كأنها لطول بلاها والتقادم مهرق. يقول: وسؤال الديار كثير عند الشعراء، إذ يتوجه الشاعر بالسؤال للآثار والدمن الدارسة توهما في استنطاقها، ثم يرجع إلى نفسه مدركا الحقيقة بأن الديار والدمن الدارسة لا يمكن أن ترد السؤال أو تجيب وما ذاك إلا توهما. في الجانب الآخر من شخصية البغدادي، يفصل الباحث في المزايا والصفات التي تحل بها والتي كان معروفا بها لدى الناس وأهل العلم. وربما
انعكس بعض هذه المزايا والصفات في غير مصنف من مصنفاته الكثيرة. يقول: ووهب الله البغدادي صفات طيبة، فقد كان واسع الحفظ، دمث الخلق، حسن المنادمة، فكان لهذه الصفات أثرها في حياته، فهو وفي لشيخه الشهاب الخفاجي، يجله ويقدمه ويعترف أن ما حفظه قطرة من علم شيخه، الذي كان يشاركه رأيه في بعض المسائل الغريبة لمعرفته بسعة اطلاعه وكثرة حفظه. وكان البغدادي معتدا بنفسه وبسعة اطلاعه، ينظر إلى صدق الخبر أو المعلومة التي ينقلها. مثلا في الشاهد 95 بعد 200 يقول البغدادي: وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة، وكلاهما مصنوع، وليس أحد من النحويين المتقنين يجيز مثل هذا في الضرورة لما ذكرت لك من انفصال الكناية. والبيتان اللذان رواهما سيبويه: هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا يوما من الأمر معظما. وأنشد: ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعا وأيدي المعتفين رواهقه. فقد جمع في البيتين بين حرفي النون والهاء في الآمرونه ومحتضرونه، وقال سيبويه: وزعموا أنه مصنوع وهما ضرورة. وكذلك أوردهما السرافي. يقول الباحث: لقد أتيح لعبد القادر البغدادي الاطلاع على جزء لا يستهان به من تراث هذه الأمة في مكتبات عصره، وآلت مكتبة شيخه الشهاب الخفاجي التي كانت عاملة آنذاك بالمصنفات آلت إليه، وقيل إنه كان عنده 1000 ديوان من دواوين العرب العاربة. لقد أفاد البغدادي مما استطاع الاطلاع عليه من تلك الكتب، فأخذ في التأليف ووضع مصنفات شأنها شأن غيرها من كتب التراث العربي، بعضها بين أيدي الباحثين وبعضها مخطوط ينتظر عناية المحققين أو في خزائن لم يكتب لها أن ترى النور بعد. وقد استخرج كاتب هذه الدراسة آراء النقاد المتقدمين التي أوردها البغدادي أثناء شروحه للشواهد الشعرية في كتبه، ووقف عليها وحللها وربط بعضها ببعض في محاولة جادة للخروج بنظرية نقدية متماسكة لشعرنا العربي وتوصيف جماليات بناء القصيدة العربية. كتاب نقد الشعر في مصنفات عبد القادر البغدادي، المؤلف ناصر بن توفيق الجباعي، من إصدارات قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، دبي، الإمارات العربية المتحدة. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.